راح نبدأ بالمحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى كانت introduction، مقدمة عن الموضوع. تكلمنا عن الديجيتال ديزاين فلو مع زيادة الكومبي للأجهزة، أحتاج إلى كات تولز. يعني هنا ممكن أنه يكون السؤال يعني سبب أنه حاجتنا إلى الكمبيوتر إيد ديزاين، سببها increased size and complexity of the devices. وحاليا يكون عندي standardized design flow، ستاندرد يتبعها كل المصممين، اللي هو يبدأ من تعريف الاسبيسيفيكيشن للجهاز وسينثسيس وسيميوليشن إلى آخره. فيكون عندي هاي الأشياء المهمة في الصفحات الأولى من هذه المحاضرة. الكات تولز، ما هو الكات تولز؟ هو الأجهزة البروغرامينج لانجويج، اعتبرها الكمبيوتر ايد ديزاين تولز، اللي ياخذ ال HDL ويحوله إلى هاردوير انفورميشن. الليفلز للكات تولز، من البيهيفيرال ليفل تتحول إلى ريجستر ليفل، من الريجستر ليفل تتحول إلى جيت ليفل، من الجيت ليفل تتحول إلى الترانزستور ليفل. يعني كل وحدة عبارة عن كات تول بواحد، واحد يكمل عمل الآخر، حيث نبدأ من behavioral specification وننتهي بالترانزستور ديزاين، ترانزستور ليفل. أستاذ نعم، أستاذ، يعني هاي درجات التطور مالتها لو إيش؟ ما افتهمته، يعني قريته بس ما افتهمته. هذه مراحل. يعني أول مرحلة عندي بروجرام، هذا البروجرام شنو هي؟ بيا مرحلة في behavioral level، أستخدم CAT tool يحول هذا البروجرام اللي هو بال behavioral level إلى level أدنى، اللي هو الريجستر ترانسفير ليفل RTL ليفل. عندك في الـ behavioral level معادلات x يساوي مثلا 1 زائد 2، تتحول هاي المعادلات الى ال RTL كمستوى اول. ال RTL شنو هي؟ ريجستر مع ترانسفير داتا. يعني هنا راح يكون عندك ريجستر يحتفظ بالقيمة 1، ريجستر اخر يحتفظ بالقيمة 2، واكو عملية حسابية اللي هو زائد، هذه نسميه ترانسفير ليفل. من بعدها تنتقل هاي الريجستر ترانسفير ليفل الى ايش؟ الى بوابات منطقية نسميه جيت ليفل باستخدام كات تول اخر. الجيت ليفل راح يكون عندي نت ليست من البوابات، من هاي البوابات راح انتقل باستخدام كات تول اخر الى ترانزستور ليفل، لان احنا نعرف البوابات هذه مصممة باستخدام الترانزستورات. واضح بنتي؟ بيستر تو كومبيوتينج كي اتش دي ال، في اتش دي ال فيري لوك نعرفها، درسنا الفي اتش دي ال، وهاي السنة درسنا اساسيات الفيري لوك ايضا. هذا الرسم مهم عندكم، سمبلستيك فيو اوف ديزاين فلو، مراحل الديزاين فلو بشكل مبسط، سمبلستيك فيو. الديزاين ريبريزنتيشن، وصف الديزاين، اول خطوه هو انه حتى اسيطر على التصميم عندي استراتيجيات لوصف الديزاين. الديزاين اوصفها باستخدام بوينت اوف فيو ود بيهيفيرال. يعني انا اوصف شنو؟ اوصف ماهيه الديزاين
ما عمل الديزاين أو تصرف الديزاين، أو قد أوصف الديزاين كاستراكشرال كهيكل الديزاين أوصفها، أو باستخدام الفيزيكال إليمنتس أو فيزياء الديزاين. هذه نختصرها باستخدام ما يسمى بالواي دايجرام. بالواي دايجرام يكون عندي خط على شكل حرف واي، هنا عندي أسمي البيهيفيرال دومين، إذا كان الديزاين عندي في البيهيفيرال دومين فهي بهذا النقطة بهذا الاتجاه، إذا كان بالاستراكشرال دومين يكون الديزاين بهذا الاتجاه، وإذا كان بالفيزيكال دومين يكون الديزاين بهذا الاتجاه. فأنا أعرف في كل واحدة ايش راح يكون عندي، وكل بوينت اوف فيو بها مراحل. مثلا البيهيفيرال دومين بها مرحلة بروجرام سبيسيفيكيشن، بروجرام والجوريثمز. كل ما انتقل باتجاه بهذا الاتجاه يزداد عندي، يزداد عندي التعقيد، يزداد عندي تفاصيل التصميم. الاستراكشر دومين ممكن انه يكون تركيب على شكل جيتس او ادرس او ريجسترز، وكل ما انتقل ايضا يزداد عندي تفاصيل الموجودة في التصميم. والفيزيكال دومين ممكن ان يكون عندي تشيب او بورد او خلايا او ترانزستورز لاي اوت، فهنا يلتقون في نقطة واحدة اللي هو الترانزستور ليفل. بالاخير راح انتهي بتصميم باستخدام الترانزستورات. يعني استاذ هذا الواي دايجرام مطلوب؟ نعم هذه مطلوبة، وإحنا في محاضرات يعني قادمة أيضا عندي مفصل على حسب النقاط هذه، حسب البيهيفيرال، حسب الاستراكشرال أو حسب الفيزيكال. هذه بشكل عام، على الشكل بشكل عام تكون هاي الصورة. نجي إلى أول وحدة الـ Behavioral Representation، ممكن أنه نوصفها باستخدام Boolean Equation أو باستخدام الـ Truth Table أو باستخدام High Level Language أو باستخدام الـ Hardware Description Language. هذه أول مرحلة Behavioral Representation لنعرفها. كمثال على Algorithm Level Description ممكن آخذ هذا المثال Module Query باستخدام معادلات بوليان. وصفنا أن الكري يساوي هاي القيمة، وهذه مثال عن الوصف. أو باستخدام التروت تيبل، فأبدي بتيبل وأنهيها بإن تيبل، أكتب التروت تيبل للمعادلة اللي موجودة عندي. هذه وصف آخر. في الاستراكشر ريبريزنتيشن راح يكون عندي الوصف بشكل مهيكل، راح أقسم الديزاين عندي إلى أجزاء صغيرة وأربطها بشكل مهيكل حتى واحد يكمل عمل الآخر. فقد تكون موديول ليفل أو جيت ليفل أو سيرش ليفل، ممكن أيضا أن يكون سيركت ليفل. The structure level of the level of abstraction R هي تكون هاي الصورة. أبستراكشن معناها الغموض، يعني أو المعلومات اللي أشوفها من السيركت. يعني إذا كان في السيركت ليفل أنا راح أشوف بلاك بوكس، هذا أسميه سيركت ليفل، بها إنبوت بها أوتبوت. في السويتش ليفل راح اشوف انه في داخله اكو قطع وبيناتهن سويتشز، وفي الجيت ليفل اشوف انه في داخل هاي القطع اكو بوابات. في الموديول ليفل ايضا يعني ممكن انه
مجموعة من البوابات أسميه موديول. هذه structural representation. هذه مثال أنه كيف بدأنا بأد فور. هذه ممكن أنه أقول عليها system level، وداخله يوجد موديولز، وبداخله يوجد موديول آخر، وبداخله تكون سويتشز وترانزستورز إلى آخره. فإكزامبل للستركشرال ريبريزنتيشن تكون بهاي الصورة. فيزيكال ريبريزنتيشن هو في الحقيقة وصف للفوتو ماسك أو فوتو ماسك انفورميشن، وهذه تكون على شكل هندسي. يعني راح أوصف الشكل الهندسي للفوتو ماسك اللي هو يبدأ من باوندري. باوندري يعني حدود الشريحة. راح أعطيه إحداثيات 0 0 130 و 500. هذه إحداثيات الشريحة وحدود الشريحة، وفي داخله راح أجي أثبت القطع الموجودة. هنا عندي البورتس بورت نوعيته وموقعها سمكها إلى آخره. ممكن أنه يكون عندي مثلا add subtract، أيضا أعطيها موقع. فهذه راح يتولد عندي وصف للفيزيكال ديزاين. وهذه صار واضح عندكم يعني في موضوع الفلور بلانينج، آخر موضوع أخذناه اللي هو الفلور بلانينج. طبعا هذه نفس يعني فيزيكال ديزاين، فيزيكال ريبريزنتيشن، إذا هو وصف لمن؟ للفلور بلان. الموضوع الأخير اللي أخذناه المحاضرة الثامنة تصور. هذه شكل آخر، وصف آخر للديجيتال ديزاين فلو، يبين لك يعني كيف أعمل سيميوليشن في مراحل معينة حتى أتأكد أن الديزاين عندي يعمل بشكل صحيح وسليم. درسنا الفيريلوج لانجويج، أيضا الفيريلوج لانجويج أسلوبه بسيط ومبسط جدا. يبدأ بموديول وموديول نيم، وبداخل الأقواس عندك list of ports، يعني الانبوت والاوتبوت تكتبه كأسماء، وراح يجيك الأسطر اللي بعده يكون عندك input declaration وoutput declaration. توصف الانبوت، يعني هنا صار عندك list x وy وزد. هنا راح تقول ياهو الانبوت وياهو الاوتبوت. وبعد عندك اللوكال نت ديكلاريشن، يعني تعريف الوايرز اذا كان عندك اسلاك داخليه. وبالتاكيد راح يكون عندك بارالل ستيتمنت لوصف التصميم، لوصف الديزاين، وتنهيها باند موديول. هذه بشكل مختصر راح يكون عندك الموديول. اي جهاز الكتروني راح نوصفها باستخدام موديول، أي قطعة ممكن أن نوصفها باستخدام موديول. هذه أمثلة للأند جيت كيف نوصفها، وإذا كان عندي تو ليفل سيركت أيضا كيف أوصفها. فعندي كلمة الساين، الساين اللي هو كي وورد أستخدمها لعمل الساينمنت للاوتبوت باستخدام قيم للانبوت بهذا الشكل. لاحظ الساين اف يساوي اكس اند واي، هذه علامة الاند. نعم استاذ، يعني كل عملية نحط لها الساين؟ نعم كل عملية لازم قبلها يكون كلمة الساين. أستاذ بس بقيت الأمثلة ما هالشكل. أخذنا داخل بلوك، قد تكون عندك في داخل البلوك سرح نجيله، يعني
sequential ما يحتاج إلى assign. هنا كل assign معناه parallel مع العنصر الآخر. أي عبارة أخرى أنه هذا أصمم combinational circuit. الكونكتيفيتي بالنسبة للاستراكشرال ديزاين، هذه مثال عن الاستراكشرال ديزاين. لاحظ أنه يوجد علاقة بين هذه وهذه، فالكونكتيفيتي عندي طريقتين، البوزيشنال أو اكسبليست، إن أني أوردر راح يكون عندي. هذه معناها الإن 1 في الموديول أربطه مع أي، إن 2 أربطه مع البي، أو بمختصر يكون بالتسلسل، أجيب الإدخالات بتسلسل معين حسب التسلسل الصحيح للموديول. هذه نسميه positional association. عند الـ variable type في الـ Verilog نوعيتين، إما تكون نت أو register. نت يمثل لي الواير سلك بين نقطة ونقطة، register يمثل لي عنصر storage element، ممكن تكون دي فليب فلوب، ممكن يكون لاتش. فهذه عندي نوعيتين راح يكون للفاريابلز، اما نت او ريجستر. وتحدثنا ايضا عن الواير، الوايرد اور والوايرد اند، وتعرفون الفروقات بيناتهم واضحة في المحاضرة، اقروها. هذه عائدة للنت، للنت داتا تايب. بالنسبة للريجستر داتا تايب عندنا أيضا نوعيتين، رج أو انتجر. الرج هو للأنسايند نمبر والانتجر للسايند نمبرز. هذه فيما يتعلق بالمحاضرة الأولى. المحاضرة الثانية تكملة لموضوع الفيريلوج، logic values عندنا 0 و1 او x او z. ال unknown value، ال don't care value، بوابات المنطقية، عملياتها واضحة. هاي الفقرة مهمة. الـ values computed can be held in wire أو flip flop أو latch. إذا كان عندي net type فيكون خزنها في الـ wire، إذا كان عندي rich type فيكون في إما flip flop أو في الـ latch. فهذه إعادة تقريبا لنفس هذا الكلام. النت داتا تايب راح يكون during synthesis، خلال السينثسيس راح يتحول إلى واير. register data type راح يتحول إلى إما إلى واير أو إلى storage cell، اعتمادا على تصميمك للبرنامج. يعني هو السينثسيس راح يعمل optimization، فيجوز انت وصفت ال variable كريجستر، لكن في الحقيقة هو ما يحتاج إلى ريجستر، بالتالي عملية الاوبتمايزيشن راح يحول لك إياه إلى واير. أستاذ بس ممكن تشرح هذه الأمثلة الثاني والثالث؟ المثال الثاني أستاذ أنا بس سؤالي شو راح تكون صيغة السؤال عليهم؟ نعم، هي جائز الوجهين، إما هذا الشكل يجيك هذا الشكل، ونحتاج أنه نوصفها باستخدام الـ Verilog language. واضح؟ واضح أستاذ. هاي عملية بسيطة.
أو أنه نعطيكم البرنامج ونطلب منكم بعد عملية السنتسس ايش راح يعطيني. فأنت كل هاي القوانين أنت لازم تعرفها، السنتسس كيف يعمل. خلينا نجي نحل هذا السؤال. يعني عندي مثلا جاني هذا الشكل وطلب مني عمل سنتسس، فراح ابدي بالموديول. عندي سي واي، ايوه بي وسي، لحد الان ما عندي مشكله. هنا اشوف الانبوت، الانبوت شنو عندي؟ اي بي سي، فاكتب بهاي الجهه اي بي سي، والاوتبوت هنا يكون عندي اف 1 واف 2، اكتبها بهاي الجهه اف 1 واف 2. واشوف عندي واير، اي واير اي بي وسي، اذا عندي كم واير او نوعيه الانبوت اي وبي وسي عباره عن اسلاك اي بي سي وايرز، يعني مو ريجسترز، فاقسمها كخط. وعندي ريجستر اف 1 واف 2، فهنا يا راح يكون عندي هنا ريجستر، ريجستر امثله ب دي فليب فلوب بهذه الصورة. ولاحظ عندي always at، دائما عندما في ال always block ما نحتاج نكتب ال assign keyword، always at a b c، دائما من يتغير عندي ال a b c راح اعمل f1. f1 شو يساوي؟ اي اند بي. فاذا ال F1 حياخذ من اي اند بي بهذه الصوره، و F2 يساوي F1 اكسكلوسيف اور لسي. هذا ال F2 راح يكون عندي انا اكسكلوسيف اور، حياخذ من ال F1 ومن السي واعطي لي ال F2. أستاذ ليش ما احتجنا نكتب الأساين هوني؟ هو يعني تصميم لغة البرمجة هذه فيريبل بهذه الصورة. من اكتب always اقصد انه ذا اعمل sequential circuit، من اكتب assignment اقصد انه اعمل combinational circuit. لكن هنا لاحظ، هنا ما احتجت الى فليب فلوب، في البداية عرفته كرجستر، ما تمام، عرفنا رجسترات لل F1 و F2، لكن ما يوجد عندي حافة صاعدة للكلوك يحكم لي عملية التغيير، ولهذا عملية السنتسيس راح يلغي هذه الفليب فلوبس، بالتالي راح يظهر عندي الشكل بهذه الصورة. بعملية السنتسيس تتابع يعني دائما هل انه احتاج ريجستر او لا، هو راح يكشف. كبدايه عرفناه ريجستر، خلال الكونتكست للبرنامج شفنا انه ما احتاج الى ريجستر ولغيناها، السنتسيس يقوم بالغائها ويعطيني كومباينيشنال سير. هذه ممكن اكتبها بصيغه اخرى، اكتب الصاين F1 يساوي A and B، وأساين آخر F2 يساوي F1 exclusive or C. في هذا المثال نشوف انه ال else part missing راح يتولد عندي latch if not load
في الاف ستيتمنت دائما لازم كل الاحتمالات اغطيها خلال عملية الوصف. عندي اللود عبارة عن بت واحد، فاحتمال ياخذ صفر واحتمال ياخذ لوج 1، فكم احتمال عندي لللود؟ احتمالين. بالوصف انا وصفته if load not load، يعني اذا كان اللود صفر فالتي يساوي ده داتا، وما كملت في حالة انه جملة الالس، ما كملت في حالة اللود يساوي واحد. بالتالي خلال عملية التنفيذ، عملية السنتسيس، راح يتحول عندي قيمة التي هذه إلى لاتش، إلى فليب فلوب، يعتمد على قيمة اللود. فإذا كان اللود صفر في الحافة الصاعدة راح ياخذ قيمة الدي اوت من الداتا، وإذا كان واحد يبقى القيمة نفسها بدون تغيير. أستاذ، يعني هاي دائرة اللاج؟ نعم طبعا، هذا يفترض أنه يعني ممكن هي طريقة لعمل دائرة لاتش، أي طريقة لعمل دائرة لاتش، لكن أحيانا أنه أنا ما أحتاج إلى لاتش، أحتاج إلى وصف، أوصف بالتالي يطلع عندي لاتش في في التصميم. أنا حتى أتجنب حدوث لاتش في السنتسيس دائما إذا كان عندي شرط أغطي حالاته، يعني هنا اللود حالة صفر وحالة الواحد لازم أغطيه، أقول else تي يساوي فلان شي حتى ما يظهر عندي لاتش. هذه يعني كمثال، يعني فيها عدة وجوه، ممكن هي طريقة لوصف لعمل دي فليب فلو، والفيري لوج اوبريتورز معروفة عندنا، اريتماتيك واللوجيك ريشنال وبتوايس. الريدكشن اوبريتورز، الريدكشن تكون بهاي الصورة آت وبعدها متغير، أو نكتب أور وبعدها متغير. هذا شيء يعني أنه آخذ البتات الموجودة في هذا المتغير وأعمل عليها آند بهذه الصورة. عندي الأي 8 بت، فمن كتبته بهذا الشكل بي يساوي اند اي، فراح تتم عمل اندينج بين بتات الاي، هذه نسميه ريدكشن اوبريتر. شيفت اوبريتر معروفة عندنا، يعمل تزحيف للبتات بالاتجاه المعروض. كونكاتينيشن تكون بهاي الصورة، يعني ياخذ قيمة البي وقيمة السي يدمجها ويعملها assignment للأي. reflection دي بهاي الطريقة 2 سي، يعني اخذ قيمة 2 تايمز. و conditional معروفة عندنا، الكونديشنال يكون عندي condition علامة استفهام، والجملة اللي تحقق في حالة الكونديشن ترو نقطتين، الجملة في حالة الكونديشن فولس. واضحة؟ أستاذ، الريبليكيشن إيش تعمل؟ ريبليكيشن تكرار، أنا كررت السي بمقدار 2 تايمز، سي مع سي، إذا 3 سي راح يكون عندي هنا سي آخر، فكل هاي القيم راح يروح إلى هذه نحتاجها في بعض الأحيان. هاي للأمثلة السابقة، يعني للأوبريتورز اللي عرفناه هنا أمثلة.
يستوي الاوبريتورز. Description styles in Verilog. And the two different styles, data flow styles اللي هي تتبع بالassign keyword وننتج منها combinational. Behavioral style بها assignment blocking وبها assignment non-blocking. البلوكينج استخدمه للكومبينيشنال ديزاين، والنان بلوكينج استخدمه في السيكوينشال ديزاين. البلوكينج بهذا الشكل يكون عندي يساوي، النان بلوكينج ياخذ هاي الشكل اكبر او يساوي. طبعا هذني كلها تفاصيل لغة البرمجة. شكل الـ always block تكون بهاي الصورة، always at، هنا يكون عندي الـ event أو الشرط. عادة يكون عندي هذا نسميه بالـ clock، و begin مع الـ end مع sequential statements. إذا احتجت جملة واحدة فقط فما حاجة أكتب begin و end، هذه نعرفها. ال sequential statement عندي ال if statement، case statement هاي الصيغة لها، الفور ايفال الريبيت للتكرار. القابل للسنتسيس عادة هو الفور لوب. وهذه الأمثلة مطلوبة من عندكم. المحاضرة الثالثة يشرح عن البلوكينج اساينمنت اللي هو هذا الشكل، والنون بلوكينج اساينمنت. لاحظ هنا الـ non-blocking assignment هنا مستخدم لعمل أو تصميم الـ sequential circuit اللي هو الـ up-down counter. إذا هذا الرمز أستخدمه دائما مع الـ sequential circuit. إذا استخدمت هذا الرمز يتحول عندي التصميم إلى combinational. الفرق بين البلوكينج والنون بلوكينج، النون بلوكينج يعني خلي اعطيكم هذا المثال. اذا كان عندي جملتين y يساوي z زائد 1 و w يساوي y زائد 1، الآن هذه شو نسميها؟ هذه للبلوكينج. عملية التنفيذ راح تجي بالتسلسل، راح ياخذ الواي قيمة زد زائد 1، يحسبها ويعمل assignment للواي، وراها ينتقل ياخذ قيمة ال دبليو أيضا يحسب واي زائدا 1. خلينا ناخذ هذا رقم واحد، واحد زائد واحد راح يكون واي اثنين، فهنا الواي اثنين راح يكون قيمة ال W يساوي 3.
في حالة النون بلوكينج راح يكون التنفيذ في نفس الوقت، كل الجمل راح يتم تنفيذها في نفس الوقت. فالدبليو راح يكون هنا إذا واحد زائدا واي زائدا اثنين، واي زائدا واحد، اللي هذه واحد، افترض أن قيمة الواي صفر بالبداية، فيكون عندي الواي يساوي هنا واحد زائد واحد اثنين، وهنا قيمة الواي صفر القيمة السابقة، فالدبليو راح يساوي قيمة الواي السابقة اثنين، صفر زائد واحد اثنين. ورا ما يكمل عملية الحسابات يعمل assignment. لهذا نستخدم هذا الرمز في الـ sequential circuit design. هذه اللوب ستيتمنت والميموري موديلينج أيضا مطلوبة كلها. في الفينيت ستيت ماشين أيضا الأمثلة مطلوبة، واضحة جدا. في التست بنش كيفية كتابة التست بنش، وهاي الأوامر ايش تعنيني كل أمر، قد يكون في اختيارات يجيكم كاختيارات أو في صح خطأ مثلا شرحيات تكون. المحاضرة الرابعة يبدأ بالسينثسيس، تعريف السينثسيس. يمكن ترجعون للكتاب أستاذ، إيه مهم إنه؟ هذا الكتاب، باسكار فيريلوج اتش دي ال سينثيسيس براكتيكال. هنا وات السينثيسيس؟ سينثيسيس بروسيس اوف كونستراكتنج جيت ليفل نت ليست فروم ا ريجستر ترانسفير ليفل موديل اوف سيركت ديسكرايبد ان فيريلوج اتش دي ال. هذه قد تكون يعني تعريف السينثيسيس. الكتاب بتوضيح أكثر إذا أي شيء مهم عندك في المحاضرة ممكن ترجع للكتاب تشوف التفاصيل. ولاحظ كيف ده يصير عملية السنتسس. هذه المثال اللي جبناه بالامتحان بالكويس. الواي دايجرام كلها مطلوبة. طبعا هي على مراحل الواي دايجرام. هذا الشكل
أخذنا أكثر من مرة بتصميم آخر. Logic Simulation تعريفها، هذه شرحيات راح تكون. الديزاين جول بالنسبة للسينتسيس، السينتسيس الانبوت شنو هي والاوتبوت شنو للسينتسيس، الديزاين جول مهمة. تكنولوجي مابينج ايضا مهمة، هذه كلها شرحيات تكون. Logic Synthesis Problem هي هذه تفاصيل اللوجيك سينثيسيس، وصف الـ Design Representation، تبدأ من الكارنوف ماب. كارنوف ماب بها مشاكل أنه يحتاج إلى صعوبة في البرمجة، والحل كان كوين ماكلاسكي. ممكن تبرمجه بسهولة، لكن أيضا يبقى الكمبيوتيشنال كومبلكسيتي عالي. إذا لجأنا إلى طريقة الإسبيريسو ميثود، إسبيريسو ألغوريثم، هذه ممكن يجي عليه سؤال حسابي، وأعلى شيء راح أعطيكم four variables أعلى شيء، يعني ممكن two variables تكون الرسم بهذه الصورة إذا two variables، أو three variables تكون بهاي الصورة، أو four variables اللي تكون مكعب داخل مكعب. أعطيكم الشكل حتى تحلون عليه. عمليات اللي أقوم بها هو شنو الـ expand، عملية remove redundancy، وعملية reduce، 3 عمليات. نعرف شنو الاكسباند. إذا كان هنا عندي كيوب، عملية الاكسباند يعني أعمل توسيع للكيوب باتجاه أحد الواحدات أو أحد ال don't care، ما باتجاه الصفر. الريديوس عندي هذا الكيوب أجزأ إلى 2 كيوبس، هذه ريديوس، هذه نسميه ريديوس. تعمل هاي العمليات بشكل متكرر iteratively إلى أن تصل إلى حل، نقول هذه يعني ال good solution، ما راح نصل إلى optimum solution. هاي الطريقة ممكن نبرمجها بالحبة. مالتي ليفل لوجيك مينيمايزيشن، هذا المثال مهم. شنو الفرق من نفذت الاكسكلوسيف اور ب 1 ليفل احتاج الى 128 ناند 8 جيت وواحد ناند 128 جيت، وهذه غير عملي. لذلك الجأ الى 3 ليفل، الى مالتي ليفل سينثيسيس، إلى مالتي ليفل مينيمايزيشن. راح يطلع عندي الشكل أو التنفيذ بهذا الشكل، وأحتاج إلى 28 ناند 2 جيت، ناند 2 يعني 2 انبوت، ونمبر اوف ليفلز راح يكون عندي 9. الاوبتمايزيشن، طريقة الاوبتمايزيشن عندي لوكال وعندي جلوبال. اللوكال اخذ على معادله واحده واعمل اوبتمايزيشن، الجلوبال اشوف التصميم ككل واعمل ويك ديفيجن، يعني اخذ المشتركات بين المعادلات.
أيضا الـ objective لكل عملية optimization هو reduce area و delay و power. هذا الـ example. كيف أستخدم؟ أنا عندي global optimization، أشوف المشتركات بين المعادلات وأستخدمها بشكل iteratively. After one iteration يكون عندي بهذه الصورة، و number of laterals راح يقل عندي، بعدها راح أصل إلى 12 إلى أن أصل أنه no common sub-expressions between the equations. راح أتوقف هذه أستاذ، عملية هل الـ ايش صيغة سؤاله هذا المثال؟ نعم راح أعطيك معادلات F1 F2 F3 F4. قد يكون optimize the following equations with global optimization technique. With global optimization technique يعني راح تعرف أنه راح أستخدم global، راح أشوف كل المعادلات وأعمل optimization عليها. أو أعطيك معادلة واحدة F1 وأطلب منك عمل optimization لها باستخدام اللوكال. إذا معادلة واحدة معناها لوكال، فهنا ايش راح أعمل؟ أشوف العلاقات اللي ممكن أختصرها أختزلها بعلاقة واحدة. مثلا أي بي زائدا أي سي، ممكن أن أكتبها بهاي الصورة، أي مضروبا في بي زائدا سي. هذه هي عملية optimization. بالضبط يعني الموضوع اللي أخذته في الصف الثاني في الديجيتال ديزاين. وفي كل مرة تحسب عدد الترانزستورات، أيضا لاترال 22، فعدد الترانزستورات يعني يكون مضروبة في 2 دائما. الباينري ديسيجن دايجرام راح يجي عليها سؤال أيضا حسابي. عندنا المعادلة نبدأها ب شانون اكسبانشن اللي هو اف يساوي اكس اي داش مضروبا في اف اي 0 زائد اكس اي في اف اي 1. بهذا الشكل راح نبدأها ونوجد، يكون عندي متغير XI واحدة من المتغيرات اعتبرها الـ XI، وأحسب الـ positive cofactor للمعادلة والـ negative cofactor. من حولته باستخدام الـ Shannon expansion راح يكون عندي المعادلة ممكن أستخدم multiplexer لتنفيذها. فالسؤال اللي يجيك نعطيكم معادلة F1 F2 معادلتين المطلوب تنفيذها باستخدام المالتيبليكسر، فأنت لازم تعمل شانون اكسبانشن. أول مطلوب منك إيجاد الباينري ديسيجن دايجرام أيضا باستخدام شانون اكسبانشن. تختصر المعادلة وتحصل على
البي دي دي او الباينري ديسيجن دايجرام. البي دي دي ممكن انه يجيك بي دي دي جاهز، ومطلوب منا نعمل اختصار، نعمل اوبتمايزيشن له، فاستخدم هاي القوانين واختصر كما في هذا المثال. لاحظ كيف اختصر الى هذا الشكل. ومن البي دي دي ممكن اوجد قيمة المعادلة باتباع المسار اللي يؤديني الى الواحد. هنا اي سي يعطيني واحد، هنا اي بار بي سي يعطيني واحد، او اي بار بي بار سي بار ايضا يعطيني واحد. الهاي ليفل سينثيسيس كيف الوصف الريبريزنتيشن ويحولها الى ريجستر ترانسفير ليفل. الخطوات اللي بيها هي سكيجولينج والوكيشن وبايندينج. هاي الخطوات لازم تعرفوها. عملية التحويل الـ Intermediate Representation تتم بهاي الصورة. أستخدم ريجستر لكل متغير، وكل عملية زائد أو ناقص أستخدم له دائرة بهذا الشكل، والكتابة يكون رايت للـ ID. فأحول المعادلات بهذا الشكل إلى الـ Intermediate Representation. ممكن أنه أعمل اختصار للـ Intermediate Representation، أعمل Optimization، والداتا فلو ايضا تعلمنا كيف نوجدها. الداتا فلو اذا كان عندي كيس تكون بهاي الصورة، عندكم مثالين لولات بهذا الشكل نسميه سي دي اف جي كنترول اند داتا فلو جراف. الكومبايلر ترانسفورميشن للسي دي اف جي هي واضحة، خطوات بسيطة جدا بهاي الصورة. أهمية البارتيشنينج نعرفها، شنو البارتيشنينج. ورا البارتيشن يكون عندي سكجولينج الوكيشن ويونت سيلكشن. يونت سيلكشن هو نفسه البايندينج. طرق البارتيشنينج او البارتيشنينج الجورثمس عندي تو كلاس، اما كونستراكتيف او ايتريت. كل الجورثم من هذني مطلوب من عندكم كلها. اول واحده الراندوم سيلكشن توصفوها، يعني هي باختيار العناصر بشكل راندوملي. الكلاستر جروب الجوريثم هذا الالجوريثم مطلوب مهم كيف تتم عملية الكلاستر جروب. والهيراركيكال كلاسترينج ايضا هذه يكون يعني تجي السؤال بهذا الشكل، اعطيك رسم ومطلوب منا الهيراركيكال تري كيف نوجدها، فاتبع هاي الطريقة. يعني اقرب نود عندي V2 مع V4، الترابط بيناتهم 9 وايرز. اول شيء ادمجها، يكون عندي V2 V4 بهذا الشكل ومرتبط مع البقية، فيكون عندي V2 V4 بهذه الصورة.
بعدين نشوف ان في 2 في 4 ترابطه مع الفي 1 اكثر ب7 وايرز، فراح يكون عندي هذه الصورة. عندي العلاقة مع الفي 3 راح يبقى 5 زائدا 1 راح يكون 6، فأكتبها بهذا الشكل وأكمل إلى أن أصل إلى نود 1، بالتالي يتولد عندي الهيراركيكال تري. أستاذ هاي ايش راح يجيك عليها السؤال؟ يعني find hierarchical tree، hierarchical tree for the following diagram. بهذه الصيغة تيجي. احنا من نشوف hierarchical tree يعني مطلوب من عندي انه اصل الى هذا الشكل، فالدايجرام تكون بهاي الصورة. عمليات بسيطة، أبدأ دائما بأكبر رقم، أكبر عدد ممكن من الوايرات. الآن من وصلت إلى الهيراركيكال تري ممكن أستقطع في أي مكان، هذه يعطيني بارتيشن، هذه يعطيني بارتيشن، ممكن أكثر من بارتيشن أعمل من الهيراركيكال تري. المنت الجوريثم ايضا ممكن دايج واطلب من لها، يعني او يعني الشرح شنو الخطوات شنو هي. اكسبير وش ديكريس از اكسشينج. الميني كات الجوريثم هو اعمل اكسشينج، يكون هذا الخط عندي اللي هو الفاصل بين تو بارتس، فاعمل اكسشينج بين هذه وهذه واقفل عليها. كل مره اعمل اكسشينج انا اصل الى اقل عدد ممكن من الخطوط اللي يقطع هذا الخط. هذا هو كيرينغ هانلين الجورن. السكجولينج، ما هو السكجولينج؟ عرفناها الاساب الجورثم والالاب، هي الـ popular scheduling algorithm، وعندي الـ resource constraint list scheduling. الـ algorithm 1 2 ممكن أنفذها بشكل مباشر إذا كان الـ resource مفتوحة، موجودة عندي أي resource أريده موجودة، ممكن أطبق الـ ASAP أو الـ ALAP. ووراها ممكن اعمل ريسورس كونسترينت او ليست سكيجولينج. يعني من الاساب والالاب راح اوجد الموبايلتي لكل عنصر، كل عنصر راح يكون بموبايلتي، والريسورس سكيجولينج الجوريثم راح اعمله على اساس البرايورتي ليست وعلى اساس الموبايلتي وعلى أساس ريسورس. هذه المثال موجود، وأيضا حلينا مثال في المختبر. Allocation والبايندينج، كيف راح يكون البايندينج لكل عنصر، الفاريابلز وين راح يروح للريجستر، عمليات للاي ال يو،
والانتر كونكشن راح يروح للمالتيبلكسر، تكون البايندينج في هاي الصورة. وعدكم الفاريبل لايف تايم اناليسيس، لازم تعرف الفاريبل ايش قد يبقى في يحتفظ بالقيمة حتى تعيد استخدام الريجستر اللي كان حجزته للفاريبل. مثلا عندي البي ما احتاج قيمته دائما، فممكن نفس الريجستر R2 اخزن بيه قيمة الاي واخزن بيه قيمة الاكس. الفيزيكال ديزاين، ديزاين ستايلز مطلوب من عندكم ستاندرد سيل الاف بي جي اي، تركيب الاف بي جي اي هذا الشكل اتركوها، وهذا الشكل ايضا اتركوها. تفاصيل الديزاين فيس عندي مطلوب منكم ستاندرد سيل تفاصيله. وهذا الجدول المهم المقارنة، احنا ضفنا هنا البيرفورس اختيار آخر، وجه مقارنة آخر هو الـ performance. اللي هو راح يبدي من هنا الـ low medium medium و high. السيركت بارتيشنينج يمكن انه يجيك رسم بهذه الصورة واطلب منك قسمه الى اجزاء، فتختار الكت سايز تعمله اقل ما يمكن، و ايضا تختار الوايرز بتوين تو كاتس ايضا تحاول تقللها إلى أقل ما يمكن. Classification للبارتيشنينج algorithms يهمني هاي النقاط group migration simulation based performance driven، هاي النقاط مهمة. ممكن في الجروب ميجريشن ناخذ هذه فقط، في السيميليشن بيسد ناخذ السيميليشن انيلي. هذا الالجوريثم ايضا للسيميليشن انيلي مطلوب من عندكم. والفلور بلانينج مهمة، اللينير بروجرامينج أيضا موجود عندكم تو إليمنت ومعادلاته. ممكن يجيك سؤال 3 element وتوجد المعادلات لها بتتبع هاي الطريقة. أحد الفرق بين أنه rotation
يطلع الشكل بها، وإذا كان عندي روتيشن يطلع الشكل بهذه الصورة. أنه تعرف أنه هذه أحتاج حاسب سولفر، سولفر أو إكسل سولفر حتى يعطيني الحل لهذه المعادلات. ولازم تعرف تحسب هاي النقاط، في فقرة كان عندي عدد الفاريابلز كيف أحسبها. عدد الفاريابلز n في الكونتينوس فاريبل 2 في n، والانتجر فاريبل n في n ماينس 1، والكونستريتس 2 في n تربيع. هاي القوانين مطلوب من عندكم. أستاذ، بس نعم. المصادر اللي راح نعتمد عليها أكثر شيء، إيه ما هي منهم؟ يعني المصدر اللي راح يعني نحل بينه الأسئلة. مصدرين عندنا لا أكثر، هذه للسنتسيس، وهذه للفيزيكال ديزاين، يعني الأشياء اللي أخذناها موجودة في الفصول الأولى أتصور. في الفصل الأول موجودة الأشياء اللي أخذناها، موجودة في الفصل الأول من هذا الكتاب، نافيد شيرواني اسم المؤلف، نافيد شيرواني. هنا الستاندرد سيل. الفصل الثاني بعد ما وصلنا له، الفصل الأول فقط من هذا الكتاب Physical Design. وعدكم السينتسيس في الفصل، يعني السينتسيس مع الفيريلوج يبدأ من الفصل الأول. الفصل الأول الثاني الثالث، والاوبتمايزيشن للرابع. الفصل الخامس ما مطلوب، الفصل الرابع، الفصل الخامس ما مطلوب. الفصل الرابع أيضا جزء منها أخذناه وجزء لا، فقط المواضيع اللي أخذناها منها. فقط عندنا الموضوع هذه ما أخذناه، الريكتانجلر ديول جراف، هذه راح يبقى للمحاضرة القادمة أيضا، وما راح يكون داخل للامتحان. إذا امتحنا، إذا صار عندنا مجال الأسبوع القادم حتى نمتحن، يكون عندنا المحاضرة الثامنة إعادة إلى هذا إلى هاي الصفحة، إلى الصفحة 34، للصفحة 34 من المحاضرة الثامنة.
السابعة أكو الصفحات الأخيرة مكررة في المحاضرة الثامنة. من الفلور بلان مكرر في هاي كلها من 38 مكررة في المحاضرة الثامنة. الآن راح أستمع إلى أسئلتكم. الظاهر ماكو أسئلة أستاذ. نعم. إذا صار نتفق امتحان الأسبوع القادم، أي تمام يوم؟ صار إن شاء الله. في أي يوم تريدون الامتحان؟ وإلكتروني لو حضور استاذ، إلكتروني راح يكون لكن خلينا يوم الأحد نفس المحاضرة. نفس موعد المحاضرة. إيه لين باقي الأيام والله عندنا امتحاناتهم. إذا ما مشكلة، يوم الأحد نفس الساعة واحد بالوحدة نبدي والله استاذ على الولو قبل. قبل، يعني يا ساعة 12. أستاذ ممكن أتفق مع الطلاب وأرجع الفايبر أحكي معاك أنا اليوم؟ ماشي ماشي، هاي اتفقوا وانطوني جواب حتى إذا تمام إن صار شاء الله استاذ. عندكم امتحان مد إن شاء الله الأسبوع القادم. إن شاء الله استاذ. إذا ما عندكم أسئلة أخرى راح ننهي الميتينج وأشوفكم بالخير إن شاء الله. لا أخوي أستاذ، بس أمر الحضور أستاذ، الحكاية فاصل عند النت. ما حاجة، ما راح أخذ الحضور اليوم. أوكي. السلام عليكم ورحمة الله.